هذا القصب نحن بنشيله من أرضه، بنقصه بناخده على الضيعة، بنرجع بندرسه بالحجر، حجر مفتول برم يعني الزلمة ما فيه يشيله، ويدرسوا فيه القصب يكسروه تكسير يعني حتى تتكسر القصب، وبرجعوا بيعملوه حصر. هذا كنا نسقف فيه الغرف سقف. عنب بلدي بودكاست. إلى الشرق من مدينة دمشق تتوضع قرية استمدت اسمها من بحيرة العتيبة التي كانت ملجأً لأهالي دمشق وما حولها في فصل الصيف. بحيرة واسعة وفيها جزر متناثرة ولها قصص وحكايات متناثرة يجمع جانباً منها أحد أبناء العتيبة. نرحب بضيفنا اليوم قاسم عبد القادر وردة. العتيبة من قديما بيقولوا عنها انه عتبة الشام، ففيها بحيرة، والبحيرة هاي بصب عليها نهر بردة الرئيسي، والنهر بردة من قبل ما من عند المليحة مثلا او من عند باب شرقي بيتفرع الى فروع، فرع بيروح بجهة الجنوب وفرع بيروح بجهة الشمال، بس الرئيسي بصب على العتيبة. وهي البحيرة مكونة من أرض منخفضة، فأحياناً كانت قديماً توصل المياه فيها إلى 5 متر علو، ومساحتها مثل ما بيقولوا في أمثلة بيقولوا عن البحيرة إنه بحيرة العتيبة من عذراء للهيجانة. فهاي البحيرة بتجمع مية بردة كلها فيها، وسعة النهر اللي بيصب من بردة لعنا سعته يعني تقريباً بالعرض بيطلع له شيء 6 متر، ويمشي بغزارة يعني، وبيروي أراضي العتيبة وبيروي أراضي يعني اللي قبل العتيبة، في القيسة، في حران العواميد، في زمانية، في كثير قرى يعني بيشرب هاي بيرويها نهر بردة، وبالنهاية بصب بحيرة العتيبة. فهاي البحيرة كان قديما يصير يجي عليها الطيور، السمك يعيش فيها، فيطلع من قلبه هذا اسمه اللي احنا بنقول قصب زل. كيف قصب البربار، كيف قصب البربار بصير منه هذا قصب بس ارفع شوي ما غليظ مثله، فبصير براسه مكنس، براس القصب بصير مكنس. هاي الناس كانت قديما هالمكنس هذا يشيلوا ويستفيدوا منه. هذا أكثر الناس تستعمله مثلاً إذا كان قديماً البلاط قليل، أراضي البلاط الأرض البيت كان قديماً باطون يصبوه صبة باطون. المقشات الأساسية هاي المقشات اللي اليوم نستعملها فهذيك بتنهري بسرعة، إما هذا المكنس هذا ناعم ولا بيهري الباطون ولا الباطون بيهري بيطول يعني. وكان يصير فيها نوع اسمه زبيبة، عشبة اسمه زبيبة، هاي نوعها قلبها فاضي وفيها طرية فيها طراوة. هذا كانوا يقطعوه أهل الضيعة، يقطعوه طويل، هو يصير طوله 3-4 متر، بيقطعوه هذا كنا نشتغل فيه حصر نفرش الغرف فيها حصيرة يدوية. هذا الزبيبة يعني تقريبا نوعه من نوع القنب تقريبا يعني بيشبه القنب، اما القصب الزل هذا هكذا ما اقول لك عنه بيشبه قصب البربار، هذا بيقولوا له الزل ونحن بنقول له قصب بحرة. هذا كمان قصب البحرة كنا نستفيد منه كمان الاخري، بس انه له عمر بس يبس نرد نقطعه ونجيبه على الضيعة، كمان نسوي منه حصر هو قاسي، هذا يفرشوه بالارض على واحدة واحدة هيك على مساحة طويلة ويكسروه، بده تكسير هذا، يكسروه بحجر مبروم برم اسمه مدرس. هذا كانوا يقولوا له يسموه مجوز، هذا قديما شاعر مجوز، هذا له مجوز هيك، زمار له قصبتين جنب بعضين،
هذا مجوز للأفراح للعراس اللي له مصلحة فيها، مثلا أهل المدينة يجوا ياخذوا ويصنعوا من هيك أمور، وحتى اللي كان يشتغل عليه هذا يعني هو اللي بيشتغل للمصلحة هي هو يسويه على إيده، فيزمروا فيه بالأفراح. هذا القصب لحنا منشيله من أرضه منقصه بناخده على الضيعة، نرجع مندرسه بالحجر، حجر مفتول برم يعني الزلمة ما فيه يشيله، مبروم برم وناعم، ويدرسوا فيه القصب يكسروه تكسير يعني حتى تتكسر القصب، وبرجعوا بيعملوا حصر. هذا كنا نسقف فيه الغرف سقف بيوت من طين قديما عمرة، وبنا نسقفها خشب ومن هاي الحصر تبع القصب. أيوة. ونرجع كمان بعد الحصر هاي كمان نجيب قصب كامل بدون كسر يعني، ونرد نحطه على السقف ونحط فوقه طين عاد، ويصير سقف عادي لا بيدلف على البيت ولا بينزل المي على البيت ولا بيصير له شيء. بحيرة العتيبة بدايتها كان في يعني أرض سهلة وما مو صالحة للزراعة، يطلعوا يقعدوا عليها مثلا تل هيك ناعم ومضابط، وترابطه قاسي يعني ما بتلويت الأواعي أو بتلويت السيارات، فيقعدوا عليه وأكلات محن وكل شيء محن. وعندنا أغلب الناس يعني في منا صيادة كانت تصيدوا، في منهن يشتغلوا يعملوا هاي شلون اللنش البحري، هذا يعملوه من خشب، عندنا يعملوه من خشب مثل الزورق بس بدون محرك، هذا بدون محرك، هذا يحطوه بالمي دائما يظل ليل نهار بالمي. وهالسيارين تطلع على السيارين، هالناس اللي طالعة يطلعون مشوار هيك لجوا يفوتوا بالمي ويردوا يرجعوا، وأغلب صيادة يعني. فحلو الركبة فيها يعني، أحيانا بيجيك واحد مثلا والله منين أنت، والله أنا مثلا من المدينة من الشام أول مرة بجي، والله هذا ما بجوز ما يأخذوا منه، هذا في بعض الناس ما تأخذ وبعض الناس تأخذ وبعض الناس تأخذ، يعني يعملوها كصداقة يعني، إنه أنا عندي لنش أشتغل فيه بالبحيرة مثلا، لو إجا ضيوف مثلا بدي يفوتوا على البحيرة للمي على المي لجوا، فأنا أضيفهم ضيافة، أنا ليش اللنش عم أستفيد منه، أنا كصياد عم أقطع قصب عم أقطع للحصر عم أنتج منه أنا، إيه هالصياد شو بدي أخذ منه مثلا، بدي أخذ منه 5 ليرات، إيه ما بتزبط ما حرزي يعني. أحيانا مثلا اللي برا شاف المي وشاف البحيرة إنه بده يشوف شو جوا، عنده طموح انه يشوف شو جوا، بركب باللنش وبياخذوا هلا صاحب اللنش على الجزيره، بينزلوا بالجزيره بيقعدوا بالجزيره بيصطادوا بياكلوا لحم يعني بيقعدوا قاعده حلوه كثير كثير رومانسيه يعني، وبدون اي مقابل يعني. احنا من عاداتنا اهل العتيبه يعني بيقولوا لنا احنا صبيان الطرف، ليش اطراف المدينه اطراف الريف، فاحنا ضيفنا بيجي عزيز كثير يعني، مهما كان منين ما كان يكون بدون معرفه بنضيفه وبنكرمه يعني بنعده صديق وبنكرمه كثير يعني، وحتى اذا ما في يعني تاخر بده ينام بينام بدون لا في فندق ولا في شيء، عائليه وعاديه طبيعيه جدا عندنا. تجينا طيور مهاجره، تجي طيور يعني في من البط وفي من الوز وفي من نوع يقولوا له غرير، وفي كثير انواع كل شيء يعني، طيور مائيه او تسبح بالمي تكون موجوده بالبحيره. والسمك والله يعني مو كثير انواع فيه يعني، انواع قليله يعني من نوع واحد او نوعين، فالسمك يعيش والله ويكبر. هي البحيره نفسها هالمساحه الكبيره اللي فيها مساحه كبيره، اذا ركب باللنش هذا اللي بقولوا اللنش اللي احنا حاليا، إذا ركب اللنش باشي بالبحيرة، فأحيانا توصل لمنطقة من على اليمين تأخذ مي حلوة ومن على الشمال تأخذ مي مالحة بنفس الزورق، هاي حسب طبيعة الأرض، قسم منها مالحة سبحان الله صير المي مالحة، القسم الثاني أرض حلوة صير المي حلوة تضل حلوة. المياه مالحة والنبات لا يقيم كثيرا، ومياه الشرب تستخرج من الآبار، وفرص العمل تكاد تكون معدومة،
ولا تجد فيها مصنعا أو معمل. رغم كل ذلك لم يغادر أحد من أهل العتيبة موطنه، ولم يقم أحد منهم في مدينة أخرى حتى في دمشق. من عندنا ما حدا سكن بالشام، إذا إنا شغلة نروح عليها، إما ما إنا شغلة ما حدا يسكن بالشام. شو إحنا ما كانت هالدرجة عندنا والله الأجارات البيوت والله سكون بالشام. يعني في كثير ناس توظفوا، في يا ربي واحد هذا توظف يمكن بالشام وسكن فترة بالشام ورجع ضيع ما طول. هذا بيقولوا له السنقاوي، هذا من بيت مصر، عائلة عندنا بيت مصر بس بيقولوا له السنقاوي. سنقاوي شو كان شغلته والله ما أعرف شو معناته هاي والله. كان هو أحيانا يصيد سمك ويصيد يلحق الأنهر ويصيد سمك بعد الوظيفة هاي طبعا. من السبعينات بلشت جفاف، جفت البحر، بعد فترة ردت تعبت وما تعبت كما يجب مثل الأول، بس تعبت فترة هيك وردت جفت. فصل فترة هلق من التسعينات نهر بردة ما عاد نزل عليها، خفت المي صار في جفاف. هلق نشفت البحر نهائيا. هلق فيها أنا من لما من عشر سنوات أو أكثر من عشر سنوات، ففيها شجر هذا بس تنشف البحيرة من المي بيطلع فيها شجر لحاله، بيطلع حراجي، وهذا الحراجي بتقله أفرع كتير، يعني شجرة كبيرة بتصير للحطب. يعني هذا ما بنشغل فيه شيء إلا للحطب، للصوابي أو للتنور للخبز اليدوي. فصارت حرش، يعني الواحد لحاله ما بيشجع إنه يفوت لحاله على البحيرة. فيها صار فيها وحوش وفيها شغلات كثير. بحرة مرة جفت واحترقت هي البحيرة، ايه احترق ما فيها، هي قصب وفيها شغلات كثير. هالعشبة اللي طالع فيها مثل قصب مثل هذا زبيبي بقول له احنا. إيه لما جفت المي هذا يبس، لما يبس عاد ما بعرف عاد فعل فاعل، هي لحالها ما بتحترق اكيد فعل فاعل. فاحترقت البحيرة وراح فيها غنم احترقت وراح جمال، راح في شغلات كثير فيها. ماذا تتوقع من سكان قرية تبعد عن دمشق 30 كيلومترا وتصلها الكهرباء منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، ويشاهد أهلها التلفزيون العربي السوري منذ نهاية السبعينيات؟ وفي نهاية ثمانينيات القرن الماضي يحدث مركز ثقافي لسكان عتبة الشام أي العتيبة، مكون من غرفة واحدة ضمن بناء البلدية. الكهرباء جتنا بال 76، لكن ما كان في تلفزيونات، كان قليلة كمان، كان في مناجم تهرب تلفزيونات تهريب، يجيبوا من الأردن ما بعرف منين يجيبوا تهريب، كانوا يتفرجوا على ساري العبد الله، إيه شو سلسل البدوي هذا اسمه ساري العبد الله، إيه كان طالع أيامه إيه. بعدين وبلشت عاد المسلسلات، لا احنا اكثر شيء نتفرج على مسلسلات البدويه. بالستينات كان يعني الواحد اذا احفر متر يطالع مي، يعني نحن كثير انا واعيه هاي. نحن مثلا عندنا ارض وحاطين عاملين مزرعه وماتور مي وما بعرف شو ونسقي الارض، فالمي تكون احيانا مالحه، يطلع البير مالح بدنا نشرب نحن. ليش البير مالح؟ لانه اعمق من وش الارض، وش الارض حلو. نحفر بير متر هذا نشرب منه متر بس. قديما والله كانت تشرب المي كانه نعمل كباس، اذا بتعرف الكبابيس هي القديمه، كنا نجيب بوري والطرمبه هي تبعه من فوق، ندق البوري دق بايدنا مو حفر، ندقه بالارض ينزل 4 امتار 5 امتار ويطلع مي حلوه ونشرب منها على الكباس. هذا الكباس ظل بدنا نقول يعني لل 85 انا دقيت كباس عندي بالبيت، دقيت كباس والحاره كلها تيجي تشرب منه. بعدين عمل الحكومه حفره بياره وعملوا لنا خزانات ومددوا لنا على بيوت مي، صارت تيجي مي نظاميه يعني.
كان في مختار اسمه محمد عبد المعطي كيلاني، يقولوا له أبو أحمد، هذا كبير بالسن وكان إمام جامع وخطيب جامع كمان ومختار ضيعة. فبعد فترة بده نجددوا المختار، أو يعني كانوا عائلات في الضيعة، في عائلات كل عائلة يعني كل عائلة إلى كم نسمة هيك، هذول واحد يعني مترأس عليهم أو متمختر عليهم لحاله، يعني شيخ شباب يعني. فيقولوا خيو شو المخترة بس لبيت فلان، المخترة لازم تكون لنا، لحنا أكثر منهن أو أقوى منهن. فبعد هذا المختار محمد عبد المعطي أخذ المخترة واحد يقولوا له محمد مصطفى عودي، فتمختر فترة كمان رد بعدها كمان رد، قاموا عليه بدنا نغيروا المختار، فتمختر جدي. جدي الاسم الحقيقي اسمه حسين محمد عبد القادر، بس اللقب والمتعارف عليه مو بس بالعتيبي، متعارف عليه بدك تقول من 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 المليحة ولا الشرق هيك الغوطة، اغلب الضيعة بيعرفوه اسمه حسين وردي. كان هو عنده أولاد بركة 4-5 أولاد شباب، وعنده بنات مجوزين، وعنده جماعته يعني. قديماً هو بالأصل يقول جدي يعني، أنا جدي يقول جده، أساسه من مصر، أساسه مصري. فإجا على الضيعة وترأس هيك على جماعته ولم كم واحد حواليه، صار يقولون إحنا عائلة المصاروي، عائلة كبيرة يعني. فعنده شباب ما شاء الله، وكلمته ما تصير تنتين مع الشباب يعني، اللي بده اياه بصير. والله في مال وفي حكمه يعني، كل يعني ما واحد ما بصير مختار ضيعه الا عنده حكمه طبعا وعنده مال. لا هذا كان اول واحد اللي لحقناه احنا وصغار، محمد عبد المعطي كيلاني. هذا زلمه يعني على باب الله، حكمه عنده، في مشكلة بالمنطقة كلها، أي مشكلة حتى بجبل الدروز يجي، إذا في مشكلة عصياني عليهن يروح يحلها هو، إله هيبة من الله. إذا قعد بالمجلس يعني متكلم وشجاع ويحل أي مشكلة يعني. في العتيبة عادات وتقاليد مثل باقي القرى والبلدات، إلا أنها تختلف عن الكثير من المدن. لها ما لها من الممارسات الجريئة في تأسيس العلاقات الاجتماعية بين أهلها. قديما كانوا يحبوا على المخفي، مثلا أنا بروح على غير حارة عجبتني بنت بحبها بدون ما حدا يعرف، يعني ما بخلي حدا يعرف لا أهلي ولا أهلها، ما بخلي حدا يدرى. كان ليش هو يعشق ويشوف البنت؟ لأن البنت كانت تروح على عين المي، كان في عين مي بالبلد، هن محلين عينتين مي، هذول لما قبل ما تنمد المي على البيوت الدولة الحكومة عملت لنا صبة هيك وعملت لها 3-4 حنفيات، تجي هاي نص الضيعة من هون تجي تعبي من هاي، ونص الضيعة من هون تجي تعبي من الثانية. فهون عاد مين اللي بيعبي مي؟ احنا ما عندنا رجال تعبي مي، الحريم تروح تعبي مي على راسها، ويروح هالشباب على طريق المي على طريق العين، هل تعجبه يا حاكيا؟ إن صدته راح بعد عنها، وما صدته منها ألقت السنارة. نقد خطيبتي كان 3300 ليرة، 3300 يعني أبوها لما جاب له ذهب جاب له أواعي يعني لباس بدلات وما بدلات والشغلات هاي، ورد وهو يمكن أخذ كمان مصروف منهن، وجاب له 8 ليرات ذهب وقال له أسعلك برقبتي حق كمان. أمي كان نقدها غالي شوي لأنها من غير عائلة، راح خطب أبي أخذوا منه 1100 يعني 1100 ليرة، وال1100 ليرة ما اندفعوا نقدي كمان. نحن قديما عادتنا بالأفراح بالعراس كانوا يجيبوا طبل وزمر، طبل وزمر مو زمر هذا الخشب، هاي بعين واحدة هيك وإلى فتحة من رأسها كبيرة، فتحة كبيرة من رأسها اسمها إنه إحنا نقول لها زميرة، يدق عليها إلى 7 أصابع، يحط عليها 7 أصابع يدق فيها وطبل. فلحنا كنا نجيب أكثر، اللي فقير يجيب واحدة، واللي زنقيل ومعروف يجيب. هذول كانوا في جماعة بدير العصافير يقولون نور دير العصافير،
يجيبون محن أربع طبول خمس أربع خمس زمار زمارين ومحن الرئيس تبعهن مسؤول عنهن ويمشيين شو بده يمشيين ويناموا عنا شي أسبوع أسبوع هذا بالعرس أكل وشرب وفرح ودبكة ورقص ومن جميعه. يعني أول يوم مثلا يجيبوا هذول الطبالين والزمارين قال اليوم والله اليوم الحنة للعروس، ثاني يوم ثاني يوم الزفة، ثالث يوم يعملوا هذول الجماعة تبع الفرقة هذول الفرقة الموسيقية يعملوا ساحة وتجتمع الضيعة كلها انه والله مرسح ويجي قال يقلب واحد يعمل مثل شلون كيف هلق بالسيرك بيقلبوا وبيعملوا شغلات كان يقلب هيك لمن يقلب لهذا شوفوا شغله كبيره هاي لحنا شلون عم يقلب هذا هيك عم ينط بالهواء ويفتل هيك بالهواء ويقلب ويجي واقف والله شغله كبيره يعني وحلوه يعني عادات حلوه يعني كلها على الطبيعه ويطلع منهن شغلات يعني تمثيل وما شغلات هذول تبع الفرقه شغلت ساعتين زمان وتفك المشكله وكل واحد يروح على بيته. كانت الناس طبيعيه المراه والرجل كله بالحفله يعني نسوان ورجال بالحفله يكونوا يقولوا عنها هذول نسوان لحالهم لهم حلقه ورجال لحالهم حلقه بس قراب على بعضهم فهذول يدبكوا وهذول يدبكوا والدبيكه مبينين هل يدبكوا او يرقصوا بالعرس. في واحدة كثير عندنا مسيطة يعني كانت تغني للي عم يدبكوا البنات او النسوان يقولوا لها ام حسين معروفة بس يقولوا ام حسين بعتيبة والله اجت ام حسين خلص معناتها الحفلة هي بدها تحييها. وفي كم واحدة غيرها كمان كانوا وراحوا الله يرحمهم كليتين. يعني بنعطي للضيع لبعضنا يعني بناخذ من غير ضاعة وبنعطي لغير ضاعة ما في مشكلة. يعني مثلا بناخذ من العبادي هاي أقرب علينا في بيننا وبين العبادي هي 3 كيلومتر 4 كيلومتر تقريبا من العبادي من القيسة من حران هذول من الجربة هذول أقرب ضيعة علينا أقرب شيء هذول إيه بناخذ من بعضنا. بعدين إذا واحد مثلا من غير ضاعة إجا أخذ واحدة من عتيبة البلد كلها بتخبر انه والله فلان عطى بنته للضيعه الفلانيه هي إيه كلها بتعرف لبيت مين لبيت فلان لبيت فلان. يعني اذا رحت على الضيعه انا بسال وين بيت فلان هذول والله صهارين عتيبه بروح بضيف عندهم ما في مشكله اذا ما بعرف حدا. يعني احيانا واحد بده من عند جماعه واحدة ما رضوا يعطوه عصيوا عليه يبعثوا له يبعث له مثلا اول دفعه زلم رجال مشان يطلبوها ما يرضوا ثاني مره ثالث مره رابع يعني كثير يتردد عليهم مشان يعطوه ما يعطوه واحيانا يصير نصيب بغير طريقه يعني بطريقه ثانيه. يعني مره واحد قوس اخوه للي بده اياها قوسه بس ما مات يعني باروده كسر طبعا مو انه والله باروده صيد بعدين اخذها تحت امر واقع يعني اجباري عن اهله وعن كل شيء بخصه ياخذها. الى اللقاء مع حلقه قادمه من ذاكرة سورية.